اختتمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجها التدريبي الخاص لمنتسبي جهاز المخابرات الوطني بمحاضرة حول ضمانات المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وتناولت المحاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي والتي قدم خلالها الدكتور الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة شرحا مفصلا حول ضمانات المحاكمة العادلة قبل وأثناء المحاكمة وأبرز حقوق المحكمة عليه في مرحلة ما بعد المحاكمة فضلاً عن تنفيذ العقوبة كالحق في السلامة الجسدية والمعنوية والرعاية الصحية والعمل وغيرها من الحقوق الاجتماعية والثقافية.